هيا يا أمي سأتأخر عن تمرين السباحة، أنا مستعدة. يا بسنت لا تقلق، فما زال هناك متسع من الوقت. أعرف يا أمي، لكنني أشعر بالاضطراب والقلق لاقتراب موعد البطولة، فكم أحلم بالفوز والصعود لبطولة الجمهورية. ضمت الأم ابنتها قائلة: أعرف أنك تنتظرين هذه اللحظة بلهفة شديدة، وأدعو لك بالتوفيق والنجاح. تحركنا معا إلى التمرين، وبدأت بسنت في تدريبها بجد واجتهاد، وشجعها مدربها قائلا: أنت أمل هذا النادي يا بسنت، أعلم أنك ستحققين نجاحا باهرا وستحتلين المركز الأول في البطولة. ابتسمت بسنت ابتسامة مليئة بالقلق، وسرحت بخيالها متسائلة: هل أنا بالفعل أستحق الفوز؟ هل أنا مستعدة وجاهزة للسباق؟ قطع المدرب فكرها قائلا: أوصيك يا بسنت بالنوم مبكرا اليوم وتناول فطورك في الصباح والحضور غدا في موعد البطولة، سأكون في انتظارك. فهزت رأسها بالموافقة وتحركت هي وأمها عائدتين إلى البيت. في المساء كان حديث الأسرة كله عن البطولة غدا وكيف سيستعدون لها ومن سيذهب للتشجيع وغيرها من الترتيبات، لكن بسنت كانت شاردة الذهن، وكان أفراد أسرتها ومدربها يضعون آمالهم عليها. قطعت الأم تفكير بسنت قائلة: أنت في احتياج للاسترخاء والنوم مبكرا كما أوصى المدرب. دخلت بسنت غرفتها وقد انتابها الأرق، فجلست تتسلى بهاتفها وتشاهد أفلاما وثائقية عن البطولات المحلية والعالمية حتى الفجر، ونامت من التعب. وأيقظتها أمها بعد ساعتين ورفضت أن تتناول فطورها لشعورها بالغثيان، وانطلقت إلى مكان البطولة مسرعة حتى لا تتأخر. فتعجب المدرب من شكلها، فعيناها يبدوان عليهما التعب، فجسمها منهك ولم يعد هناك متسع من الوقت الآن، وعليها أن تستعد للسباق. بالفعل بدأت السباق، لكنها توقفت في منتصفه وطلبت الانسحاب. فتعجب أهلها ومدربها مما يحدث، فهذا لم يكن الأداء الذي اعتادوه منها. خرجت من المسبح آسفة على ما فعلت، حزينة، واعتذرت لمدربها وطلبت العودة سريعا إلى المنزل. دخلت غرفتها وهي تبكي لضياع حلمها، وقالت: لن أمارس السباحة ثانية ولا أي رياضة أخرى، فأنا لا أستطيع النجاح في شيء. قطعت أمها هذا الكلام السلبي قائلة: هل تتذكرين يوم فوزك بالميدالية الذهبية العام الماضي، ويوم حصولك على المركز الأول في المدرسة في مادة العلوم، يوم كذا ويوم كذا؟ فنظرت بسنت ابتسامة رقيقة وقالت: إذا ما الذي جرى يا أمي، وكيف فشلت هذه المرة؟ فردت الأم قائلة: الحياة يا بسنت مكسب وخسارة، ويجب أن نتعلم من أخطائنا لنتجنب الوقوع فيها المرة المقبلة. قالت بسنت: أنت محقة يا أمي، سأحاول من جديد وسأتعلم من أخطائي وسأنجح وأحقق حلمي. استنتج معنى الكلمة الملونة من السياق واكتبه، ثم تأكد من المعجم. ساعات قليلة وستبدأ مسابقة أوائل الطلاب. حاولت النوم لأنني منهكة طيلة اليوم في المراجع، ولكني انتابني الأرق وشعرت بالغثيان، فقضيت معظم أوقات ليلتي بالحمام. في الصباح ذهبت مع أبي إلى المدرسة بالسيارة وليس بالحافلة حتى أتجنب الضوضاء وأحاول الاسترخاء. تمنى لي أبي التوفيق وودعته. منهكة متعبة، الأرق يعني عدم النوم، بالغثيان الشعور بالغثيان، أتجنب الضوضاء، أبعد عن الضوضاء. اقرأ هذه التعبيرات وصول كل منهما بالموقف المناسب. بلهفة شديدة سرحت بخيالي، انتابني الأرق، آسفة على ما فعلت. بلهفة شديدة أفكر في كيفية تنفيذ مشروع العلوم طيلة الليل، سرحت بخيالي، أحلم بالميدالية الذهبية في بطولة مس، انتابني الأرق، أنتظر جدي في المطار فلقد اشتقت إليه، آسفة على ما فعلت. اكتشف أبي أنني كنت كذبت عليه.
تمارس بسنت رياضة السباحة، أوصى المدرب بسنت بتناول الإفطار والحضور مبكرا بكليهما. شاهدت بسنت أفلام وثائقية عن الرياضات المختلفة، كيفية الفوز، الحضارة، الرياضات المختلفة. هيا يا أمي، استنتج من خلال قراءتك النص حالة وشعور بسنت في كل موقف. هيا يا أمي، سأتأخر على تمرين السباحة، أنا مستعدة يا بسنت. الاضطراب والقلق. في المساء كان حديث الأسرة كله عن البطولة غدا وكيف سيستعدون لها وغيرها من الترتيبات. الأمل. انطلقت إلى مكان البطولة مسرعة حتى لا تتأخر، فتعجب المدرب من شكلها. التعب والإرهاق. لن أمارس السباحة ثانية ولا أي رياضة أخرى. الفشل والحزن. قالت بسنت، أنت محقة يا أمي، سأحاول من جديد وسألم من أخطائي وسأنجح وأحقق حلمي هذا الأمل. لن أمارس الرياضة، هي الاضطراب والقلق. ما الخطأ الذي ارتكبته بسنت قبل البطولة؟ إنها لم تنم جيدا قبل البطولة. هل تدعم عائلة بسنت مسيرتها الرياضية؟ نعم، كأكتب موقفا من القصة يوضح ذلك، أنها يدعمونها ويشجعونها ويذهبون معها إلى التمرين كل مرة. اتخذت بسنت قرارات مختلفة بالقصة، اكتب أحدها وسبب اتخاذها هذا القرار. قررت في نهاية المسابقة أنها لن تشارك ثانية في أي مسابقة، ولن تمارس الرياضة السباحة ولا غيرها. كان هذا قرار خاطئ منها. شكا تلميذ بعض زملائه لمعلمه. سأله المعلم ماذا حدث؟ فقال التلميذ، لقد أخذ عليا الكتاب وكسر حسين القلم. فقال المعلم الطيب، أيعقل أن يسير الكتاب ويأخذ عليا؟ وما هذا القلم العملاق الذي يكسر حسينا؟ هذا كلام غير معقول. شكا تلميذ بعض زملائه لمعلمه وسأله المعلم ماذا حدث؟ فقال التلميذ، لقد أخذ عليا الكتاب وكسر حسين من القلم. هذه أخطاء في النحو، أخطاء فاعل ومفعول. فالمعلم يجيب تلميذه فيقول، من الفاعل ومن المفعول في الجمل؟ أيعقل أن يسير الكتاب ويأخذ عليا؟ أخذ عليا الكتاب، المفروض أن يكون أخذ علي الكتاب، هذا كي يكون عليا فاعلا والكتاب مفعول. وكسر حسين القلم، أي يكون حسين الفاعل والقلم هو المفعول به، ولكن الطالب لا يجيد النحو ولا يجيد لم يدرس الفاعل والمفعول فوقع في هذه الأخطاء. أخذ علي الكتاب، الفاعل علي والمفعول به الكتاب. كسر حسين القلم، الفاعل حسين والمفعول به القلم. بعد تحديدك الفعل المفعول بهما اضبطهما. أخذ علي، نضع ضم، الكتاب، نضع فتحة. كسر حسين القلم، نضع تنوين بالضم وتنوين بالفتح. من خلال الإجابات السابقة حدد الخطأ الذي وقع فيه التلميذ والذي جعل المعلم لا يصدقه. هو خطأ في تحديد الفاعل والمفعول. الاستنتاج، يضبط آخر الكلمة حسب موقعها في الجملة، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وهو يساعد على فهم المعنى الصحيح. من خلال فهمك الأمثلة اضبط الكلمات التي تحتها خط. أقامت المدرسة حفلا، موقعها في الجملة فاعل، المدرسة هي التي أقامت الفعل. شرح المعلم الدرس، الدرس مفعول به. أحرز اللاعب هدفا، اللاعب فاعل. رسم الفنان اللوحة، اللوحة مفعول به. حدد الفعل والمفعول به من خلال فهمك المعنى وضبطهما في كل جملة. صنع العامل سجادة، صنع الفعل الماضي والعامل الفاعل وسجادة هي المفعول به. كتب الرسالة الرجل، الرسالة مكتوبة والرجل هو الكاتب، الرجل هو الفاعل والرسالة هي المفعول به. اشترى القلم الطفل، اشترى القلم الطفل،
الطفل اشترى القلم، ولكن هو قدم، بيقدم الفاعل المفعول على الفاعل، يعني لكي ندرك ما هو الفاعل ومن المفعول. نكتب الجملة ونكتب الفاعل ونكتب المفعول، الجملة والفاعل والمفعول. أقام المهندس البناء، زار المسؤول الموقع، صوب الخطأ المعلم. هنا أقام المهندس الفاعل، مهندس البناء مفعول، زار المسؤول الموقع، المسؤول هو الفاعل والموقع هو المفعول به، صوب الخطأ المعلم، المعلم هو الفاعل والخطأ هو المفعول به. يتم تحديد موقع الكلمة وضبطها من خلال الفهم الصحيح، ولو اشترط تقديم الفاعل على المفعول به فقد يأتي المفعول به قبل الفاعل. رتب الابن الغرفة، الابن فاعل والغرفة المفعول به. تناولت الأسرة الإفطار، الأسرة الفاعل. أنهى الواجب التلميذ، الواجب مفعول به والتلميذ هو الفاعل، أنهى التلميذ الواجب. طهت الطعام الأم، طهت الأم الطعام، هي الأم الفاعل والطعام هو المفعول به. زين الجدار الأبناء، الأبناء، الأبناء أم الفاعل والجدار هو المفعول به. أصلح العامل الكهرباء، الكهرباء مفعول به والعامل هو الفاعل. زرع الفلاح الزرع، ضع علامة صح وخطأ. زرع الفلاح الزرع، ساعدت الفتاة السلم، فتاة المفروض الفتاة السلم، صعدت الفتاة السلم، هنا خطأ يعتبر خطأ. يعمر الإنسان الأرض، صحيح. استقل الراكب الراكب السيارة، الراكب السيارة المفروض هنا ضم لأن هو فاعل،